الحمد لله يا كريم يا رب يا كريم يا رب. ما انا نقول لي يا اخي زي ما هي قالت اللي جاي احلى يا ولاد يا كريم يا رب هتظبط يا جدعان الساعه دي حلوه ان شاء الله. والله شباب الحمد لله رب العالمين والله طلعنا طلع في المحمودية اتمتعنا والله بصيد البلطي في المحمودية وده ان شاء الله عنوان الفيديو نفس الكلمة دي اتمتعنا والله بصيد البلطي في المحمودية فيديو جميل والله ان شاء الله يعجبكم يعني انا بالنسبة لي يعني انا مبسوط بأدائي في الفيديو ده يا رب يعجبكم بس بالله ادعمونا بلايك وخليكم معانا ان شاء الله فيديو كويس بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب، كل عام وانتم بخير، والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مسا. النهارده ان شاء الله جاي في المحمودية برضو زيارة أسرية كده، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو ونتمنى من الله ان نقدر نعمل فيديو ايه؟ كويس بإذن الله. والله أنا ماشي من هنا يا جماعة الفجر، النهارده نفس النهارده الفجر. كان ربنا كرمني بحوالي والله العظيم 4 او 5 كيلو سمك. نتمنى من الله برضو انه رزقنا يكون كويس، وطبعا كان الصيد دوت كان بالليل، فانا لو انتم حابين نصور لكم بالليل طب ايه سيبوا لي كومنت بالله عليكم في الفيديو ده عشان لو كده نعمل كومنتات. طبعا وانا معدي انا عربيتي انا ديت اللي هي اللاده ديت الحصان معدي من جنب منها لقيت مين بقى؟ الباشا بتاعنا الكبير بتاع السمك الجامبو حبيبنا وحبيبكم وحبيب الملايين عملاق سيد الغلة سيد الغلة مع الباشا حمدي العربي. حبيبي يا عم حمدي عامل ايه؟ حبيبي يا سموحة ويسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. ايوه يسعد صباحكم. تحياتنا للحاج عادل حامد والحاج ايوه جمال خرشت ايوه والاستاذ ميسرة. حاج عادل حامد ده حبيبنا والله راجل محترم. استاذ ميسره برضه حبيبنا. وعم عبد عبد الله عم عبده حبيبي عم عبده والله انت ورضا والاستاذ رضا والاستاذ رضا. وتحياتنا لقناه يلا نسيد والاستاذ محمد هو فين؟ طبعا هو راح يجيب اكله وجاي. احنا راح يجيب اكله وجاي نعمل له فيديو النهارده يا جماعه لاتش. ايوه مع اني ماليش في اللاتش بس ان شاء الله هيبقى فيديو جامد على قناه الاستاذ محمد ان شاء الله. يا ريت الجماعه يا ريت الكل يشترك فيه يعني. محمد اسماعيل يا جماعه الله نسيدهم والله قناه راقيه جدا. نتمنى ان كل مشاهدينا يتابعوا الراجل ده ويدعموه بالاشتراك واللايك لان للاسف يا جماعه في ناس مش واخده حقها والدنيا مش ماشيه معاها يا حظوظ عامه يعني. وربنا يصلح حال الجميع يا رب. الله كريم يا شباب. انا ان شاء الله ديت مقدمه الفيديو بتاعي. انا لسه هنروح على الكافيتيريا كده قدام بعد الماسوره دي لو انتم شايفينها ونتمنى من الله ان يكون رزقنا كويس. خليكم معانا باذن الله يا استاذ سامح وهتجيب احلى سمك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كوبايه العشوة عشان نعملها حبيبي يا في سمك يا سموح استنى حبيبي. ايوه ايوه يا صباحو صباحو سيلفر يا رجاله صباحو سيلفر. اديله على ودنه يا جماعه اديله على ودانه ما شاء الله ما شاء الله. اديله على خشمه يا كريم يا رب. حد عنده كلمه هنا نقولها في الفيديو قولنا عليها عشان مش لاقيين الفيديو. خليكم معانا شباب ان شاء الله فيديو جميل. بدايه الفيديو بتاع سمح سمك اهوت ان شاء الله هيبقى اللي جاي احلى يا كريم يا رب. طبعا يا جماعه عشان زي ما احنا ما متعودين مع بعض على المصداقيه وربنا يجعلنا دايما ويكتبنا من الصادقين يا رب اللهم امين. طبعا انا جيت على المايه في حدود الساعه 4:30 كده تقريبا. المايه كانت شغاله شر الاحجام دي كده. انا طبعا قطعت الصوت في الفيديو ده عشان كان في عمرو دياب بيتكلم فكنت هناخد مخالفه يعني. بعد الشر دوت يعني ايه قعدت معانا شويه في وسط الشر ده تاخد سمكه كويسه. تفضل شغال شر شر بعد كده ايه سمكه كويسه. ربنا كرمنا بقى ايه بعد كده بدات السمكه تكبر معانا ما بين الكف وانت طالع كده يعني. ان شاء الله يعجبكم الفيديو يا شباب. انا شباب كنت واخد معايا عودين عود 4:30 والعود اللي انا ماسكه في ايدي ده 3:30 الخيط بتاعه الاساسي 35 والمره دي انا خدت من الاساسي قطعت رصاصه 40 سنتي 40 جرام فركبت رصاصتين خفاق. بنشتغل ازاي؟ بنحدف يا جماعه يعني بناخد سنه صغيره كده عكس الميه وبتبدا ماشيه.
واول رده للسمكه بنرد عليها، لان هي بتكون خلاص كده النكشه الصغيره دي او التنقيره الصغيره دي بتكون هي بلعت اصلا. خليكم معانا. احنا هنرمي رميه من اولها عشان ايه فاهمكم الدنيا فيها ايه. الحوض بتاعها هو مفتوح جرد شفيك كده، نمسك الكفاف كده، نجيب الكفافه كده ايه رايح فيها والايه والعوم، نفضل ايه نسيب لها في نسيب لها في نسيب لها في واحده واحده من ايه نقفل الكفاف وعيني على ايه. مهمة يا جماعة التطعيم، وانت بتصطاد في المياط اللي هي الجارية دي سواء المحمودية او غيرها ايا كان المكان اللي انت فيه، وفي الحداف بالذات هو الحداف هنا يعتبر زي شغل الفصل، بتنزل ومن ضربة بترد عليها دايما. الطعم طبعا التطعيمة بتاعتنا هي يعني انا في طعم قديم بنركب عليه، الطعم القديم هو بنركب عليه ايه طعم جديد زي ما انتم شايفين، ودايما تزودوا طعم عشان تطمع السمك، تخلي السمكه داخله ايه تشوف الطعمات تدخل هايجه فتضرب معاك بالذات الكلام ده طبعا يعني ايه في اي ميه جاريه مش شرط المحموليه. خليكم معانا يا جماعه. صلاه النبي يلا يا يحيى. طب اطلع فوق بقى، اطلع فوق، اطلع بقى خليها بقى كده، استنى نسلكها لك يا لعب يا معلم. ادي الشراك كبير ايه والله، ابن الوز عوام يا جدعان، ابن الوز عوام والله، والله هو اللي ضربها من الالف للياء. بس مين اللي معلمها؟ العب يا معلم. انت عايزه تصوري تصوري يا كريم يا رب. العب صلي صلي صلى على النبي صلي، والله لا مدلعه، والله لا مدلعه. تعالى يا حلو، تعالى يا حلو، نفس الكاميرا كده. تحياتي يا شباب لاخويا امين النظلي، النجاره وفن النجاره غيات الحماء، الفنان اللي هداني بالدولاب ده، هنفضل ممنون لك مدى حياتي يا امين، انا والبيت كله. وطبعا للنقيب بتاعنا عماد زيداء، تحياتي ليك يا عمده. خليكم معانا شباب. يلا هات نفسك تيجي ولا ايه؟ ماشي يلا خير عبد الله. جت فرفصي هنا حته خنيني برضه اهي يا جماعه، او مليمي على راي زي ما اخويا محمد السيد بيقول، حلوه برضه. طبعا الحجم ده في السمك ده بيبقى روعه يا جماعه في الاكل، روعه. حمد عربي تحياتي ليك يا صاحبي. طبعا الصلاه على
النبي صلي. العب على يحيى. عالية حلوة. لا بص انت خلاص مكتوب لك تروحي. لا 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 ما تقوليش. على البركة يا جماعة والله دي سمكة يحيى ابني هو اللي مطلعها والله العظيم. هو بس برضه الصوت فيه اغاني الكافيتيريا شغلت اغاني ياما كان هو بيتكلم اصلا بس انا دخلت الصوت بتاعي كده عشان نتلاشى الموضوع ده. خليكم معانا. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. طبعا كنا صايمين يعني انا ما كنتش صايم بصراحة بس كان اهلي صايمين امي وزوجتي وكنت واخد مرات خالي برضو معايا عشان كده بنقول لكم اتمتعنا لان البيت كله اصطاد كله اصطاد وكله خد سمك حلو والله السمكة كف. فكان ده ساعة الفطار بقى فهم صوروني وانا بناكل فحبيت نبقى على طبيعتي في الفيديو دوت برضو ايه مرضتش نشيله يعني. تحياتي ليكم. بص يا جماعة احنا كده ايه برضو دخل علينا الليل اشتغلنا فيلا حرة والحمد لله برضو الدنيا شغالة على البركة يعني حاجات حلوة هي وبرضو انا ايه حاجات برضو كده من تحت مني كده يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا دي نهاية الفيديو ان شاء الله. تحياتي ليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا عندنا في القناة وتعملوا لنا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.